وعرش وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودن وبكرة وفرش ومفتاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. ما زلنا مع كتاب الدليل، دليل الطالب، فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى، والمتوفى في القرن 11 الهجري. ونحن في كتاب البيوع، وفي باب بيع الأصول والثمار. هناك أصول وهناك ثمار. الشجرة أصل وما يخرج منها هذا الثمر، الشجرة تعتبر أصلا وما يخرج منها ثمار، والدار تعتبر أصلا وما فيها من أبواب وشبابيك، وهذه فروع تعتبر بالنسبة لهذه الدور. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب بيع الأصول والثمار. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى، ذكر مجموعة منها البيع، الهبة، الرهن، الوقف، الإقرار والوصية، وكلها ستأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. يقول: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها، تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف. هذه المسائل ترجع إلى العرف، هذه المسائل ترجع إلى العرف. فمن باع دارا أي بيتا، فإنه يدخل في هذا البيت الجدار، الجدر التي في البيت، الأبواب، وقال الأبواب المنصوبة يعني المركبة. لو كانت أبواب غير مركبة، مثل الآن اللي هم يسمونهم هذه الأبواب الجرارة اللي ينقلونها من مكان لمكان، البارتيشن هذا، طيب هذا ليس من الأبواب المنصوبة. الأبواب المنصوبة اللي لها شرشوب مركبة، هذه أبواب منصوبة. أما إذا كانت الأبواب غير منصوبة تزال وتركب، هذه لا تعتبر تبعا للدار. لكن الذي يكون تبعا للدار هي الأبواب المنصوبة المبنية، وفناؤها، الفناء المقصود به الارتداد، عندنا الآن يسمونه الارتداد. لكن إذا كان تمليكا، مثل بعض المزارع مثلا يملكونهم ما يكون أمامها مثلا تمليكا وليس استفادة أو غير ذلك، الفناء هو الارتداد. الفناء ارتداد سواء كان من أمامها أو من خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها. وكذلك أرضها وسماؤها تبع لها، فما يجوز أن أشتري أرضا ثم يأتي أحد الذي باعني إياها يبني فوق البيت دورا ويقول أنا بعتك البيت ولم أبعك الأرض. لا، الأرض تبع مع البيت إذا اشتريته. وكذلك لا يجوز أن يأتي يحفر خندقا مثلا تحت البيت يقول أنا ما جلست في البيت إنما حفرته خندق. لا، أنا أملك، إذا اشتريت الدار اشتريتها مع أرضها، مع ما هو دونها، مع وهو أعلاها، كله يكون تبعا. وكذلك السلاليم، السلم المقصود درج، والمقصود بالدرج الدرج الثابت. لكن لو كان السلم المتحرك هذا الذي يستخدم، هذا لا يدخل في البيع، وإنما يدخل في البيع السلم الثابت. يعني مثل في بعض بلاد أوروبا مثلا السلم يكون معلقا، يسحبونه عشان يصعدون على الدرج مثلا حتى يدخل إلى بيوتهم مثلا، هذا يعتبر تابعا لها لأنه مسمر مثبت. أما إذا كان غير مثبت فإنه لا يجوز حمله. مثل الآن السلالم الآن اللي توضع مثلا فوق السطح للوصول إلى شو اسمه الماء مثلا، طيب فهنا هذا سلم ثابت لا يجوز أخذه إذا باع البيت. كل شيء مسمر مثبت فيكون تابعا للبيت، تابع للبيت، لا يحتاج ان يشترطه في العقد.
ما يحتاج يشتغل الألمنيوم ما تشيله، النوافذ ما تشيلها، السلالم ما تشيل، ما يحتاج يكتبها، هذا تابع، هذا يكون تابعا، فهذه تابعة للأصول، هذه تابعة. لكن في أشياء غير تابعة للأصول مثل الأثاث، يقول لا أنا اشتريت منك البيت مع الأثاث، لا الأثاث لا يتبع إلا إذا اشترطه في العقد، أما إذا ما اشترط في العقد لا يتبع. طيب السجاد فيه تفصيل، إذا كان هذا السجاد ينقل فإنه لا يتبع، أما إذا كان السجاد مثبت مثلا مثل السجاد في المملكة أحيانا بعض البيوت أو كذا يكون السجاد ملزق بصمغ أو غيره أو كذا، هذا تابع للبيت. الستائر مثلا غير تابعة، طيب إلا إذا كانت مسمرة مثبتة فتكون تابعة. التكييف مثلا يكون تابع للبيت، ما يصير يبيع البيت بعدين يشيل التكييف. فهذا على كل حال في النهاية يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. إذا كان العرف أن من باع بيتا مثلا حمل هذه الأشياء كلها والناس كلها متعارفة على هذه الأمور، ما في مانع، لأن ما فيها نصوص هذه، وإنما أيضا المؤلف يتكلم على العرف، يتكلم على ما كان متعارفا عليه. فالقصد أن ما كان من أصل البيت فيبقى في البيت مع بيعه ضمن البيع، وما لم يكن فإنه يجوز أخذه. ولذا ضرب المؤلف أمثلة، قال تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة. قلنا الأبواب المثبتة يعني اللي لها شرشوب مثل هالبيبان هذه مثلا، هذه أبواب مثبتة. والخوابي المدفونة، الخوابي هي يحفرون في الأرض ويجعلون مثل ثلاجة أو مكان لحفظ الطعام أو كذا، يكون من يعني من رخام أو يكون من فخار أو يكون كذا، يضعون فيه التمور الحبوب كذا لحفظها، فهذا ما يصير يكسرها مثلا أو يحملها معه، لأن هذه الأصل أنها مثبتة فلا تحمل. قال وما فيها من شجر وعرش، كذلك الشجر الأصل نتابع للأرض التي باعها أو البيت الذي باعه، وكذا العروش اللي هي عريش العنب أو غيره اللي يبنونها، هذه كذلك الأصل أنها تابعة للدار. قال لا كنزا وحجرا مدفونين، إذا كان أنا عندي شيء دافنة هذا لا يكون تابعا لي أن أحمله، لأن هذا مدفون، لأن هذا إيش مدفون، كنز مدفون فلي أن أحمله. قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، يعني أي شيء منفصل لي أن أخذه إذا بعت الدار. وكما قلت كل شيء يرجع بحسبه إلى العرف، ويختلف العرف من زمن إلى زمن. نعم. ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه، إلى أول وقت أخذه. نعم. ما لم يشملته المشتري لنفسه، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كربة وبقول أو تكرر ثمرته. نعم. إذا كان المبيع أرضا ليس بيتا، أرض، وهذه الأرض إذا كان فيها زروع مزروعة الأرض أو غير مزروعة، إما أن تكون مزروعة إما أن تكون غير مزروعة، إذا كانت غير مزروعة الأمر واضح، لكن إذا كانت هذه الأرض مزروعة فالزرع الذي فيها لمن؟ الأصل أنها للمشتري، الأصل أن هذه الأرض المزروعة تكون للمشتري. يقول وإن كان المباع ونحو أرضا دخل فيها من غراس وبناء، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة. بعض الزروع تحصد مرة واحدة فقط ثم تبذر من جديد، فهذه التي تحصد مرة وتبذر من جديد هذه للبائع، يعني بعتك الأرض بس من حقي أن أحصد
هذا الشعير أو القمح أحصده أنا، وأنت تزرع كيفك مرة ثانية، لكن هذا أنا زرعه من حقي. أما إذا كان كل ما قطعت منه نبت مرة، مثل الجت الرطبة اللي هي الجت هذا، طيب فإذا كلما أخذتها فلك القطفة الأولى، تأخذ الأولى الباقي للمشتري، فللبائع أول مرة فقط. وإن كان يعني يخرج مرة بعد مرة كالقثاء أو الباذنجان أو كذا، هذا ما ينتهي، هذا لك القطفة الأولى تأخذها حالا، لأنها قد تكبر، قد تخرج واحدة جديدة، الصغيرة كبرت كذا، فأول مرة فقط أيضا للمشتري للبائع عفوا، ثم بعد ذلك تكون للمشتري. وإذا قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، يعني البائع الآن باع الأرض ويريد هذه الثمرة اللي هو الحبوب هذه من البقل أو عفوا من البر أو القمح أو كذا حتى تنضج تماما فآخذها أنا البائع. طيب المشتري هنا ليس له الحق أن يقول ادفع أجرة، أنت الآن بعتني الأرض وتركت لك الأرض شهرا أو شهرين حتى تنضج هذه الحبوب فادفع لي أجرة، ليس فيها أجرة، لأن هذه من حقي آخذها متى نضجت، آخذها مثلا أنا الذي زرعتها. قال ما لم يشترطه المشتري لنفسه، أحيانا المشتري ما يبيع ورس، يقول لك كم تبيعني الأرض المزرعة مثلا كم تبيعها، قال مثلا بمئة ألف، قال طيب بس شوف ما تجيني تقول لي والله أبا أخذ القطفة الأولى، الثمر جاهز اللي كذا، ما تدخل علي خلاص من اليوم بيع بيع. قال لا إذا هكذا 105,000، قال 105,000 بس مالك شيء، لا قطفة أولى لا قطفة ثانية لا قطفة كذا، جاهز. إذا اشترط المشتري أن كل شيء له خلاص البائع يخرج، أو المسلمون عند شروطهم، لأن قلنا هذه ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف ما لم يشترطه، ما لم يشترطه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع شجرا فله إلا أن يشترطه المبتاع، إذا اشترط المبتاع فله ثمرته إلا أن يشترطه المبتاع، أو من أبر نخلا فله ثمرته إلا أن يشترطه المبتاع. فإذا اشترط المشتري أن الثمر له وقبل البائع جاز، ما اشترط فالأصل أنها للبائع، الأصل أنها للبائع. نعم. وإذا قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكررت ثمرته كباذنجان وقثاء فالأصول للمشتري، لكن القطفة الأولى للبائع. نعم. قال فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من علم وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فالمشتري. طيب قلنا قبل قليل أن هذا كله ما لم يكن هناك شروط بينهم، هذا فيما لو اختلفوا، إذا ما في اختلاف الأمور فيها سعة على ما اتفق عليه، سواء اتفق أنها للبائع اتفق أنها للمشتري حسب ما يتفقان عليه، لكن هذا كله فيما لو اختلف، اختلف البائع مع المشتري وذهب إلى القضاء وطلب من القاضي أن يحكم بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثمر النخل للمشتري ما لم تؤبر، ما لم تؤبر، تؤبر أي تلقح، فإذا أبر المصنف هنا عبر عنها ما لم يتشقق، التشقق يأتي بعد التأبير، التأبير له التلقيح، أول شيء تلقح ثم تتشقق، يعني تؤبر ثم تشقق، النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالتأبير
يعني بالتلقيح، بينما المؤلف عبر بالتشقق يعني بعد ما بعد التأبير. وهنا اختلف أهل العلم هل المراد التشقق أو التأبير. نص الحديث التأبير، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التأبير، يعني إذا لقحت. طيب عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يتشقق بدون تأبير، أن لا يتكلف تأبير، لأن التأبير مكلف. طيب تجيب شخص يؤبر وتلقحه من نخلة ثانية دي بالذكر وتضعه في الأنثى، طيب مكلف. فهنا إذا تشقق بدون تأبير من البائع نفسه، أو أنه أبر ولم يتشقق، عندنا قضيتان. أما إذا أبر وتشقق الأمر واضح فهو للبائع، فإذا بعتك النخل مثلا البستان وفيه النخل وقد أبر النخل وتشقق فالثمرة لي أنا للبائع، إذا اختلفنا طبعا الثمرة للبائع. أما إذا تشقق دون تأبير فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه للمشتري، لأن البائع ما تكلف شيئا، لا أبر ولا شيء، وإنما تشقق بدون تأبير من البائع، يعني ما تكلف شيئا. أو أنه أبر ولم يتشقق، أبر يعني لقح، لقح ولم يتشقق، فنص الحديث أنه العلة بالتأبير، فإذا أبر فإنه يكون له ولو لم يتشقق، ولو لم يتشقق فإنه يكون للبائع. فهذا بالنسبة للنخل. وقس على النخل بقية الثمار وغيرها، فهذه كلها تدخل في هذه القضية، وهي أنه إذا أبر وهذه الأشياء إذا نضجت بدأ صلاحها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري، قياسا على تأبير النخل إذا كان نظفها ورتبها وكذا ثم بدأت تنضج فإنها تكون للبائع قياسا على النخل. ولذلك قال وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب، شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره كالمشمش، النور اللي هو الزهر، ظهر المشمش لما يبدأ يطلع، طيب وتفاح وسفرجل ولوز، يقول أو خرج من أكمامه، كل هذه الأشياء طالما أنها بدأ نضجها فهي للبائع وليست للمشتري، تكون للبائع ولا تكون للمشتري. فهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة. فإذا يكون من حق البائع، أما إذا كانت قبل نضجها قبل هذا فهي الأصل للمشتري. نعم. قال ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد لم يملك غرس مكانه. نعم، فرق بين بيع الأرض وبيع الشجر. أنا لما أبيع الأرض الشجر تبع، لكن لما أبيع الشجر الأرض ما هي تبع. لما أبيعك نخلة ما بعتك الأرض، لكن لما أبيعك الأرض النخلة تدخل معها تابعة لها، فالنخلة تتبع الأرض والأرض لا تتبع النخلة، فهذه مسألة مهمة جدا. فلما أبيعك الأرض النخلة تابعة لها، لكن لما أبيعك النخلة لا، بعتك النخلة ما بعتك الأرض كلها. فإذا لو بعتك النخلة ثم النخلة ماتت مثلا، ماتت بجائحة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، فإن جئتني تقول لي يعني خلاص أغرس واحدة مكانها، لا ما تغرسها بأرضي، تقول بدالها لا أنا بعتك النخلة ما بعتك الأرض، فليس لك الحق أن تغرس في أرضي بدل هذه النخلة إلا بالتراضي. أنا أتكلم في حال الخلاف عدم التراضي، فإذا لم أقبل فإنك ليس لك الحق. وإذا قال لا تدخل الأرض تبع للشجر، فإذا باد يعني الشجر لم يملك غرس مكانه أي شجرا آخر. نعم. قال فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل وجود صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. نعم، لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه مسألة شبه متفق عليها أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها؟ قيل لأنس ما صلاحها؟ قال أن تحمر أو تصفر، يعني النضج. بالنسبة للنخيل أول ما يطلع الرطب يطلع أو البسر يطلع أخضر، ثم بعد ذلك حسب النخل بعضها يصير حمر بعضها يصير أصفر، فقال حتى تحمر أو تصفر، أو تحمار أو تصفر، يعني لما تصير صفراء. فإذا بدأت تصير صفراء أو تصير حمراء معناتها إيش؟ بدأت تنضج، بدأ النضج فيها. صحيح أن ما تؤكل إلى الآن لكن بدأ النضج، حمرت صفرت بدأ النضج، بدأ صلاحها، يعني يقولون سلمت من العاهات، سلمت من الآفات، خلاص مسالك دربها أن ستنضج إن شاء الله نضجا تاما. هذا بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح. وكل ثمر بحسبه، كل ثمر بحسبه، يعني بعض الثمر بدو صلاحه باللون اللي هو كالنخيل مثلا، بعض الثمر يصير مموه يصير فيه ماي مثل العنب، العنب لما يصير فيه ماي وكذا هذا بدو الصلاح، لما يصير مموه يصير فيه ماء. في بعض الثمر الحبوب إذا يبست، إذا كانت طرية لينة ما صلحت، إذا يبست ما تقدر ترعصها هذا معناها إيش؟ بدأ صلاحها كالقمح والشعير وغيره. فكل بحسبه، كل بحسبه. شوفون أنتم الآن مثلا الموز يقطف خضر لكن يقولك هذا صلاحه، هذا صلاحه، بعد مدة هو خارج الشجرة. التمر لما تقطعه قبل أن تصير قبل أن يكمل صلاحها تفسد. الموز لا، تقطفه قبل أن يمكن أكله قبل صلاحه التام لكن لا يفسد. فكل ثمرة بحسبها، ويعرف هذا أهل الخبرة أن هذه خلاص يعني سلكت دربها خلاص ما راح تخرب إلا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الأصل أن أمورها سالكة، أن أمورها سالكة، فهذه يجوز بيعها. وأما ما لم يكن أمره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح. ثم استثنى المؤلف قال لغير مالك الأصل، لغير مالك الأصل. الأصل أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح، هذا ظاهر الحديث، نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا هو الأصل. المؤلف هنا استثنى أمرا، وأهل العلم استثنوا ثلاثة أحوال، استثنوا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل، أن يباع لمالك الأصل. كيف مالك الأصل؟ أنا اشتريت الثمر، اشتريت الثمر، مثل الآن شوفون واحد يشتري مزرعة مثلا يشتري ثمرها إذا وقت الحصاد، طيب فبدأ الصلاح لم يبدو الصلاح بعد، فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك، فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل، هذا مستثنى، لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره، لا يجوز أن يبيعها لغيره، لأن هذا هو صاحب الأصل، هو صاحب الثمر أصلا، النخيل أصلا. طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل. والقول الثاني أنه لا يجوز لعموم الحديث، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا الأول. الثاني أن يبيعها تبعا، أن تكون تبعا، يعني كيف؟ هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه، لكن يجوز بيع النخلة، فالرطب هنا يكون ماذا؟ تبع، يكون تبعا. وما يجوز فيه أن يكون تبعا قد لا يجوز أن يباع كأصل، فإذا بيع كتبع فلا بأس، فهنا البيع للنخلة وليس للرطب، وإنما الرطب صار إيش؟ تابعا لها، مثل لما تبيع مثلا شاة حاملا، نعجة حامل، ناقة حامل، يجوز بيعها وهي حامل، لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه، لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون إيش؟ تبع. كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه، لكن أنا مو بيع الثمر، أنا بيع النخلة كلها، فهذا تبع جاز، فبيعه تبعا جائز، لكن بيعه منفردا لا. هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجزه حالا الحين، يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه، قبل صلاحه. طيب، وقبل بدو صلاح واحد يجيك يقول بشتري منك العثق، عثق النخلة هذا، تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه. قال لا أقصه الحين أنا. هو ليش يمنعون قبل بدو صلاحه؟ لأنه قد لا يصلح، وبعدين تصير مشاكل بين الناس، يعني يمكن أن يشيص هذا الرطب اللي على النخل البسر هذا، ممكن يشيص يخرب يفسد، ثم يتخاصم الناس بعد ذلك. فيقول لا، تبي تشتري تشتري بعد بدو الصلاح، معناها إيش؟ أموره طيبة وسينضج إن شاء الله تعالى على الأصل، فلا تشتري الآن، انتظر حتى يبدأ النضج. فهنا أذن بالبيع. لكن واحد جاء ويبي يشتري خضر، نقول له لا يجوز، ايش درك انه ينضج؟ قالوا من قال لك ان انا ابيه ينضج؟ انا ما ابيه ينضج. قال كيف؟ قال حين بقطعه. حين تقطعه؟ اذا لماذا تشتريه؟ هذا لا يؤكل. لماذا تشتريه؟ قال انا ابيه للبهائم، انا اشتريه ايش؟ للبهائم، البهائم عندي تاكله. طيب، فهنا يجوز، هنا يجوز، لانه اذا قطعه الان، اذا اشتراه يريده هكذا، يريد انه ما في مجال للخصومه بينهم، لانه اشتراه وقطعه مباشره، فهذا جائز. اذا عندنا ايش؟ ثلاثه احوال للبيع قبل بدو الصلاح. اما ان يبيعه لصاحب الملك، لصاحب الاصل، على المذهب قولان، قول يجوز وقول لا يجوز، والاظهر انه لا يجوز لعموم الحديث. الحاله الثانيه ان يبيعه تبعا لا اصلا، يعني تبعا للنخله، فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا أصلا كالحمل. الحالة الثالثة أن يبيعه قبل بدو ويجزه مباشرة، فهنا جائز لأنه أراده هكذا، أراده هكذا، ولن تقع مشكلة في بدو الصلاح أو يعني استمرار الصلاح من عدمه، لأنه لا يريده صالحا، لأنه لا يريده للاستعمال الآدمي، وإنما يريده مثلا للبهائم أو غير ذلك. نعم، كذلك ولا بيع الزرع قبل، كما هو في النخيل أيضا في الحبوب، يعني لو اشترى مثل القمح أو الشعير قبل أن يشتد الحب، قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب، هو لين يطلع في البداية تفقص فيه يروح، لكن إذا يبس هذا بدو الصلاح، لكن بعد ما صلح صلاحا تاما، لكن بدأ يصلح. نفس الكلام، إن كان تبعا فجائز، إن كان اللي باع صاحب الأصل جائز على المذهب وعلى القول الثاني لا يجوز، وإن كان يجز الآن فكذلك جائز إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، هذه المسألة يقول وصلاح بعض ثمرة من شجر صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. الآن البستان عادة، نتكلم عن بستان، حديقة، مزرعة، فيها نخيل أو فيها أشجار تفاح أو فيها أشجار زيتون أو فيها حسب النوع الزرع الموجود في هذه المزرعة. يقول إذا صلحت حبة واحدة، زين، هذا دليل ان خلق لها صلحت، هذا بدا الصلاح، يعني دخل وقت الصلاح بالنسبه لها. قال وجميع انواعها، وجميع انواعها، عندنا النوع وعندنا الجنس وعندنا المزرعه، عندنا النوع وعندنا الجنس وعندنا المزرعه. افرض انا عندي مزرعه فيها نخيل وفيها برتقال، تفاح، بعد شنو اللي يمشي مع النخيل؟ أنا ودي أقول مانجا بس ما تمشي مانجا والنخيل، ما تركب، هذه جو وهذه جو، صح؟ زين؟ كنار، نبق، زيتون يمشي مع النخيل؟ ما يمشي. طيب، المهم أن المزرعة فيها أنواع من الفاكهة مثلا والزروع. طيب، قال عندنا النوع والجنس والمزرعة، النوع والجنس والمزرعة، زين؟ النخيل أنواع ولا لا؟
كم نوع؟ يعني أنا قاعد تعدى 300-400 نوع ولا لا؟ تعدى 300-400 نوع اللي هو أنواع النخيل. طيب خلوا النخيل اللي احنا نعرفه ببلدنا مثلا، زين، برحي، البريم، السعمران، الحلاوي، الإخلاص، السكري، باش تعرفون؟ أنا بس هذه خبرتي بس، طق بري، الخضري، المهم هذه الأنواع. طيب هذه أنواع، لكن في النهاية هذه كلها جنس واحد، كلها نخيل، لكن أنواع. قد يكون بعض الأنواع تنضج قبل بعض، بعض الأنواع تنضج قبل بعض. طيب فقال إذا نضجت نخلة واحدة سكرية مثلا، احكم على جميع السكري وليس على جميع النخيل. البرحي لا، السعمران لا، البريم لا، الإخلاص لا، بس السكري، لأن هذا وقت نضجه. طيب أما إذا قلنا النوع الجنس كله، ما كل النخيل، إذا قلنا المزرعة كلها كل الأشجار التي في المزرعة سواء كانت نخيل أو تفاح أو عنب أو غير ذلك من الفواكه. القول بأن البستان كله صعب شوي لأن الأشجار تتفاوت. يبقى القولان الآخران، وهو أن نخلة واحدة تحكم على باقي النخيل، أو نخلة واحدة تحكم على باقي النوع نفسه اللي هي السكري كله أو البرحي كله أو الإخلاص كله أو البريم كله أو العجوة كلها أو كذا، فتحكم على الباقي. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أن هل يحكم بنضج بصلاح كل النخيل أو بصلاح كل النوع أو بصلاح كل البستان. فالقول بصلاح كل البستان بعيد شوي. بقي القولان الآخران. الآن النخيل عندنا مثل كي تعرفونه، يقول عن بعض الرطب يقول أول للأمير وآخر للحمير. أي ثمر هذا اللي ينزل أول شيء؟ السعمرانة، ها؟ سعمران أول شيء. يقول أول للأمير وآخر للحمير، لأنه هو أول نخل ينضج. طيب فالناس يعني من فرحهم بظهور الرطب وكذا يروحون يهدون للأمراء. بعد فترة تطلع التباشير الأخرى من النخل الطيب وكذا وهاتي، فهذا السعمران يأخذونه يقطونه حق الحمير، خلاص صار ما له قيمة. لكن إذا النخيل يتفاوت في النضج، ولذلك الصحيح أنه كل نوع على حدة. يعني إذا نضجت برحية مثلا خلاص أحكم على كل البرحي النوع وليس على كل النخيل. هناك من يقول كل شجرة لوحدها، كل شجرة لوحدها لازم يطلع عندها عذق فيه حبة تمر، حبة يعني رطب، بدأ نضجها، يعني صارت اصفرت أو حمرت. كل نخلة بحالها، كل نخلة بحال. طيب هو احنا ليش قاعد نقول هالكلام؟ نبني على ماذا؟ قال تبني على البيع. إذا ببيع، أنا ببيع، جاني واحد بيشتري، أقول له والله اشتبي، قال بشتري النخل اللي عندك، أبي الرطب اللي عندك كله. قلت له اصبر حتى يبدو صلاحه. قال هذه نخلة هناك بدأ صلاحها، تعال أوريك. وراني اللي فعلا خلا بدأ صلاحه. قال خلاص أنا اشتري كل النخل اللي عندك بصلاحي هذه، والنخل اللي عنده منوع أكثر من نوع. طيب فإذا قلنا على الجنس معناته أن نخلة واحدة تحكم على باقي النخل، وإذا قلنا على النوع نقول هذه وما كان من نوعها، هذا وقت نضج الإخلاص، هذا وقت نضج الحلاوي، هذا وقت نضج السعمران، حسب النخلة. وبالتالي يجوز البيع أو لا يجوز البيع. فمسألة مرتبطة بالبيع، المسألة مرتبطة بالبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه. فبناء على هذا ننتظر حتى يبدو الصلاح. نعم. قال فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتبوأ بالماء الحل، وبقية الفواكه طيب أكلها وهو نضجها وما يظهر فما بعد. فمن؟ فما يظهر فمن بعد. لا لا، فمن بعد فمن؟ فم.
من الفم الحلج إيه فم يعني تشيلها تطلع واحدة بدالها تشيلها تطلع إيه نعم هنا ينبه كل فاكهة ما هو نضجها وهذا قلنا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن لكن النخيل جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمر أو تصفر طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع ثمر النخيل حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمر أو تصفر العنب حتى يتموه الحبوب حتى تيبس يعني لا يمكن ضغطها هذا وباقي الفواكه وباقي الخضار بحسبها ما يعتبره الناس نضجا فهو نضج وبعضها اعتبر نضجها بإمكان أكلها هذا نضجها أنها تؤكل فهنا تعتبر إيش بدأ صلاحها بإمكانية أكلها المهم أن هذا يرجع إلى بلد عن بلد وعن ثمرة عن ثمرة إلى ثمرة كل ثمرة لها طريقة خاصة كما قلنا على الموز الحين يقطف قبل وهو خضر لكن سبحان الله ينضج لوحده بعيدا عن شجرته بخلاف غيره من الثمار نعم نعم ما تلف من الثمرة قبل أخذها ممكن الثمرة أنا بعد ما اشتريتها الشراء متى يجوز مع بدو الصلاح لكن مع بدو صلاح أقدر أكلها أخليها أنا اشتريتها وأتركها حتى تصلح تامة يعني هذا بدو صلاح وليس صلاح تام بدأت تصفر لكن ممكن أخليها إلى أن تصير صفراء تماما تنصف طيب حتى تتحول إلى تمر فالقصد أن الشراء والبيع يجوز مع بدو الصلاح لكن بدو الصلاح ليس نضجا كاملا ليس طيب لو تلفت بدأ صلاحها واشتريتها ثم تلفت على حساب من؟ على حساب الباع ولا على حساب المشتري؟ من الذي يدفع فلوسها؟ من الذي يخسر؟ الباع أو المشتري؟ التلف نوعان إما تلف بفعل آدمي وإما تلف بفعل جائحة يعني شيء مبيدهم طيب وفعل الآدمي أيضا انقسم إلى قسمين كما سيأتي أما إذا كانت بآفة سماوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح الجوائح الجائحة هي أمر سماوي يعني مبيدة حر شديد أتلف الثمرة برد شديد أتلف الثمرة ريح شديدة أتلف حريق أتلف الثمرة بعد ذكرونا شو يصير بعد رطوبة شديدة مثلا طيب جراد أي شيء جاء وأتلف هذه الثمار أتلف هذه فعلى البائع وعلى المشتري الجوائح على البائع الجوائح على البائع المشتري ما له ذنب المشتري هو اشتراها صاحب بعد بدو صلاحها لكن لا يتحمل الجوائح وإنما على البائع نفسه أنا قلت البائع لا يتحمل المشتري لا يتحمل على صاحب الملك على صاحب الملك اللي هو البائع هو الذي يتحمل أما المشتري فليس عليه شيء إذا كانت جائحة سماوية إذا كانت فعل آدمي من يتحمل المشتري أو البائع حسب إذا كان هذا الآدمي سلطان ظالم إذا كان سلطانا ظالما ما يقدر عليه البائع ولا يقدر عليه المشتري أو كان يعني مثل ما أقول عدو هجم عليه وكذا وأتلف عليه مزرعته وهرب أو قوي ما يقدر عليه أتلف مزرعته كل هذا على البائع المشتري لا يتحمل شيئا لا يتحمل شيئا لأنه للحين ما استلم إلى الآن إيش ما استلم كل هذا على البائع فالبائع يتحمل إذن الجوائح السماوية يتحملها البائع صاحب الملك وكذلك إذا كان آدميا لكنه لا يمكن صده ولا يمكن أيضا مطالبته بالتعويض سلطان ظالم
جاء حرق المزرعة مثال طالبة ما تقدر عليه، أو عدو مجرم جاء وأتلف المزرعة وهرب، أو حتى ما هرب قاعد ولكن ما تقدر عليه، عصابات أو غيرها أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذا كذلك كله على البائع، المشتري ما له ذنب هنا أبدا ولا يتحمل شيئا. لكن إذا كان المتلف لا إنسان عادي يمكن محاكمته يمكن مطالبته، طيب نشتكي عليه أو نمسكه أو كذا، تعال أنت أتلفت حرقتها مثل حرق المزرعة مثلا، أو جاء بسيارته ودعم الشجر أو البستان أو كذا، فعلى من هنا؟ هنا يخير المشتري، يقال له ماذا تريد؟ تبي ترجع فلوسك وتطلع منها كيفك، تبي تستمر لأن تلف بعضها وبقي بعضها، تبي تستمر ونعطيك يدفع لك هذا الذي أتلف يدفع لك التعويض، يخير المشتري هنا يخير. إذن المتلف إما أن يكون جائحة سماوية فهذه على البائع، وإما أن يكون أدميا فإن كان سلطانا غاشما أو عدوا غاشما أو كذا فعلى البائع أيضا. أما إذا كان ممن يمكن مطالبته من عامة الناس أو غيرهم فإن المشتري هنا يخير، إما أن ترد له أمواله وإما أن يأخذها ويعوض، يعني المتلف يدفع التعويض له مقابل ما خسر. ولذا قال المؤلف هنا وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضماني البائع ما لم تبع مع أصلها، يعني صار هو مالك الأصل انتهينا هنا. طيب أو يؤخر المشتري أخذها عن عادتها، يعني نضجت كما تماما خلاص نضجت تماما نضج تام، فالبائع يقول للمشتري ترى الرطب جهز تعال اخذه، قال أنا والله عندي سفرة الحين بروح علاج أو عندي اجتماعات ماني فاضي انتظر لما تصير عندي إجازة انتظر، هو الذي أخر. ثم جاءت هذه الآفة السماوية أو جاء العجز، هو عليه على المشتري هنا، لماذا؟ مقصر، هو مقصر هنا في الأولى، هو غير مقصر لا ذنب له، ما نضجت ما يقدر يستلمها وبنفس الوقت تلفت بيد البائع، لكن هنا البائع يقول تعال أخذ ثمرتك، لكن هو ما جاء هو تأخر هو قصر في هذا، فإنه يكون تعويض عليه وليس على البائع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نقف هنا إن شاء الله تعالى.